نتابع المزيد عبر الهاتف من موسكو. ينضم إلينا دكتور إسلام غازي الباحث في الأكاديمية الروسية للعلوم. أرحب بك دكتور إلى هذه النشرة. بداية حدثنا عن العوامل التي أدت إلى هذه القفزة في الحصيلة في روسيا. أهلا وسهلا أستاذي وأهلا بالسادة المشاهدين. هو في الحقيقة الفترة دي حاليا تشهد يعني فترة الصيف، والناس بدأت أخذت أجازتها، والمدارس يعني أخذت أجازة، فبتبدأ الناس بتبدأ تتنزه وتطلع من بيوتها بعد ما كان مثلا في بعض الإجراءات تم عليهم. ده سبب، أو ممكن نقول ده سبب رئيسي. بعض الأسباب الأخرى أيضا إن الناس يعني ضاقت ذرعا بالقيود اللي كانت موجودة عليهم من ارتداء الكمامة، فبعض الناس حاليا لا ما عادوش يهتموا بموضوع الكمامة أو كده، أخذوا التطعيم، يقولوا لا إحنا أخذنا التطعيم وكده يعني. طيب على ذكر التطعيم، كيف تسير وتيرة عمليات التطعيم في روسيا؟ وحاليا يا فندم في بعض المناطق او في بعض الوظائف تم اجبار الموظفين على اخذ التطعيم، وديت بتبقى نسبه قليله جدا، وخصوصا الناس اللي بتتعامل مع الجمهور. ده حاجه. الحاجه الثانيه ان التطعيم حاليا متاح مجانا في بعض الجامعات الروسيه هنا للطلاب، لجميع الطلاب، بحيث ان هم يغطوا اكبر عدد ممكن من الناس اللي ممكن تاخذ التطعيم. وفي مراكز كثيره جدا منتشره هنا في روسيا التطعيم بيبقى مجانا جدا، مجانا لاي حد بيحمل بوليصه التامين كمواطن روسي. طيب معهد سمورودين ساف للبحوث الخاصه بالانفلونزا كان قد رصد اول حاله لسلاله دلتا بلس، وكانت هذه الحاله لوافد الى روسيا. هل ينذر ذلك بتشديد اجراءات استقبال المسافرين على سبيل المثال؟ من المتوقع ذلك، وخصوصا ان الاعداد كثيره وارتفعت مره اخرى، فاعتقد ان يعاد تجديد الاجراءات مره اخرى سواء على المسافرين القادمين الى روسيا او لاي حد هيسافر بره روسيا. الحاجه الثانيه ان اعتقد ان الفتره القادمه ستشهد ان هيكون التطعيم بشكل اوسع وبشكل يعني ايه اكثر فعاليه للناس، بحيث ان هم ياخدوا اكبر قدر ممكن من المواطنين ياخدوا التطعيم. وفي بعض الاعراب تقول ان بدايه من 28 القادم خلال يومين ان ما فيش حد هيدخل مطاعم او اماكن مغلقه او اماكن عامه الا لما يكون بيحمل شهاده انه اخذ التطعيم. طيب فيما يتعلق بهذه السلاله التي ظهرت مجددا، هذه الدلتا بلس، هل وصلنا الى خصائص لهذه السلاله ام ان الوقت ما زال مبكر؟ الوقت ما زال مبكر ان احنا بحيث ان احنا نغطي السلاله كلها ونعرف خصائصها، محتاجين بعض الوقت حتى يعني يتم دراسه السلاله على مهل. ولكن المؤشرات المبدئيه بتقول ان السلاله اكثر يعني انتشارا، وسرعه انتشارها وسرعه احداثها العدوى بتبقى اكثر كتير من الفيروس في مرحلته الاولانيه او في بدايه اكتشافه. إذن اشكرك شكرا جزيلا دكتور اسلام غازي الباحث في الاكاديميه الروسيه للعلوم، حدثتنا من موسكو. سجلت الهند أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى أكثر من 30 مليون إصابة. كما سجلت البلاد 1183 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 394,493 شخصا. سجلت وزارة الصحة النمساوية 176 إصابة جديدة من دون حالات وفاة لفيروس كورونا خلال 24 ساعة. وذكر بيان للوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس قد بلغ 650,192 حالة، بينما توفي 10,700 حالة. وجاء ذلك بينما تلقى أكثر من 7 ملايين شخص في البلاد للقاحات كورونا.